حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقه